يقول: أفيدكم أنه حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وقلت لها: إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق. وبعد فترة من الزمن حصل من زوجتي فعل هذا الشيء، وأخبرتها بأن الطلاق قد وقع، ولكنني يا فضيلة الشيخ راجعتها من وقتي وعاشرتها في نفس الليلة بعد إخبارها بأن هذه الطلقة تحسب لي من الطلقات الثلاث، إلا أنه يا فضيلة الشيخ لم أشهد شهودا على ذلك حتى الآن. وبسؤالي لأحد المشايخ فادني بأنه إذا كان ليس هناك نية طلاق فإن الطلاق لم يقع، ويجب علي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، علما بأنني علقت طلاقها لمنعها عن فعل هذا الشيء ولم يكن هناك نية للطلاق. فضيلة الشيخ، هل ما فعلته مع زوجتي من مراجعة صحية؟ وما حكم تأخير الشهود؟ وهل فعلا وقع الطلاق أم لا؟ وما رأي فضيلتكم في الفتوى القائلة بأن علي كفارة يمين حول ذلك، علما بأنني أطعمت 10 مساكين خوفا من التأخير؟ جزاكم الله عني خيرا. إذا كنت نويت إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، هذا طلاق بإجماع أهل العلم، لأنه طلاق منوي ومعلق على شرط، وقد حصل الشرط فيقع الطلاق. وإذا لم يكن سبقه طلاق يكمل به الثلاث فإنه يكون طلاقا رجعيا، وأنت قد راجعتها. وأما الإشهاد فليس بواجب، الإشهاد على الرجعة سنة وليس بواجب، رجعتك صحيحة إن شاء الله. وأما ما أفتاك به بعض المشايخ لأنك إذا لم تنوي الطلاق فإنه يكون يمينا مكفرة، فهذا قال به بعض العلماء أيضا أنه إذا لم ينوى به الطلاق وإنما نوي به ما ينوى باليمين من الحث على الشيء أو المنع منه، فبعض العلماء يرى أنه يجري مجرى اليمين فتحل الكفارة. فأنت ونيتك، إن كنت نويت الطلاق وقع هذا بلا إشكال وقد راجعت والحمد لله ورجعتك صحيحة وإن لم تشهد. وإن كنت لم تنوي الطلاق وإنما نويت الحث والمنع، يعني نويت مقتضى اليمين، فإن الكفارة لها وجه في ذلك، لأن بعض العلماء يرى أن هذا الطلاق يجري مجرى اليمين وتحله الكفارة، وأنت قد كفرت، فمعناه أنك عملت الواجب من الناحيتين، من ناحية الرجعة إن كان طلاقا، ومن ناحية الكفارة إن كان يمينا. فالحمد لله. نعم.